حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي الملعب. اليوم الزميل محمد الخثعمي مراسل القنوات الرياضية السعودية تواجد في ملعب نادي الشباب وأجرى هذا اللقاء مع الأستاذ طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب وتحدث وسأله عن بعض الأمور اللي تخص المشجع الشبابي. نتابع. من الأخير يستمر لا ما أعتقد هي في شغلتين. أول شيء طلبنا جمعية وتم تحديدها يوم واحد الشهر الميلادي الجاي يعني يمكن بعد حوالي أسبوعين أو 16 يوم. وبعد كذا أيضا رفعت خطاب بطلب تكليف العزيز الأخ أحمد العقيل خلال الفترة المتبقية حتى يوم واحد وفي انتظار التوجيه اللي يأتينا من هيئة الرياضة. لكن في كل الأحوال الجمعية بحول الله يوم واحد أمرها عند المكتب الهيئة العامة للرياضة في الرياض هي اللي تتابع الأسماء والمرفوع لها. حقيقة ما تابعت يعني أي مستجدات ولا سعر. رفعت الآن حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية الفترة بالأسبوعين هذه متى تم الرفع؟ تم الرفع بعد مباراة الهلال مباشرة يعني يمكن لها الآن 9 أيام حتى الآن ما جاء أعرف يعني يمكن مشغولين يمكن لكن احنا تحت يعني توجيه هيئة الرياضة في أي شيء يرونه وفي انتظار توجيههم سواء كذا أو الاستمرار إلى الجمعية أو ما يرونه. يعني أنا موجود إلى آخر يوم ينهى تكليفي في نادي الشباب. لا طبعا لا يمكن الظروف الصعبة تمنعنا ولا الأمور المالية لأنه احنا مدعومين أول شيء من هيئة الرياضة ومن رئيس الهيئة ثقتنا كبيرة في الجميع حتى في الشبابيين أنفسهم. ولكن التكليف صحيح كان لستة شهور لكن ارتأيت أنه من مصلحة الشباب وليس مصلحة طلال وهذا كلام أنا قلته قبل كذا من مصلحة الشباب أن تعقد جمعية. أما أن يكون الحال على ما هو عليه وأمامنا يعني ظروف صعبة يجب أن نكون يعني كلنا متوحدين تعقد جمعية ويتم يعني اختيار من يستطيع خلال الفترة الجاية أنه يسير أمور النادي. صدقني أنا تفاصيل النادي لا يمكنني أطلع وتحدث أو الواحد أحيانا يكون في فمه ماء لكن حيبقى هذا الماء ما يمكن لا مستحيل أني أحكيه. لكن أنا اللي أقوله وأنا صادق أنه رأيت أنه مصلحة الشباب في عقد الجمعية فلذلك لم أتردد ولم أبحث عن أي شيء شخصي فقط. أتوقع أنه أستاذ أحمد العقيل راح يستلم الرئاسة؟ والله أتمنى له التوفيق. الأخ أحمد من الكفاءات الإدارية الممتازة والله يعني رسميا أنا ما عندي خبر لكن يعني الأحاديث والهذا أنه مرشح هل يكون في أحد يرشح نفسه أو لا. أعتقد باقي يوم أو يومين على أقفال لكن حتى هذه اللحظة أنا اليوم سألنه لم يتم رفع أوراق. أتوقع غدا أنه أي أحد عنده نية للترشيح وخصوصا الآن بالقوائم وليس مفردة بالقائمة كاملة يعني وأتمنى لهم التوفيق يعني وحنكون سند لهم في أي شيء يحتاجونه مستقبلا. شوف هذا موضوع يعني أولا ما تقدر الحكم فيه إلا أن يصدر سواء من الجهات العليا أو من القرار الرياضي. لكن حسب خبرتي البسيطة أنه أنظمة الفيفا لا يمكنها تعيد لاعب لأنها تعطي الحرية للاعب يعني حتى لو أنت مسجل ومستمر. لكن هم أن يستفيد نادي الشباب من هذا الوضع يستفيد ماديا يستفيد في تحسين أمور. يعني ما نقدر نحكي الآن في شيء إلا أن يصدر القرار الرياضي فيه من اتحاد كرة القدم من لجنة الانضباط ونشوف وش موقف الشباب ماذا سيحل في الشباب في هذه القضية ماذا ممكن أن يستفيد أو يعوض عن بعض الخسائر اللي تمت في هذه القضية. والله يعني هذا شيء راح ما فيني أحكي ما لا أقدر أكد ولا أقدر أنفي هذا الشيء. أنا قلت أنه لو الموضوع عندي كان ممكن أشوف لكن ما أني طلبت عقد جمعية سلمت الأمر للمسيرين النادي وهم اللي لأن هذا القضية ما أقدر يعني ممكن تسأل الإخوان في الأهلي أو شيء لكن ولا أعتقد أنه حاليا طرح مثل هذا الموضوع. إيه أدري بس الآن نطرحه وانتهى خلاص. ما أنا شوف كل فكرتي كيف يستفيد نادي الشباب إذا كان والله أتكلم وجهة نظر خاصة. إذا كان الشباب بيستفيد له بمبلغ مالي كبير جدا 15-20 مليون ويستفيد بعدد من لاعيبة يعني كمشجع ولا أتكلم كمسؤول هذا ممكن يصير. إذا كان لا والله التعويض بيكون أفود له وأخذ حقه أيضا المعنوي وأنه الأهلي عقب فيعني في النهاية يرجع هذا للناس اللي حيتولوا النادي خلال الفترة الجاية لهم القرار وإحنا علينا المساندة إن شاء الله تعالى.